التصوف كلمة أثارت جدل كبير في وسط المسلمين، ليس في هذا العصر فقط بل في عصور كثيرة. حتى في العصور الأولى كلمة التصوف ما أصلها وكيف دخلت، ولي دخيلة عن الإسلام ولا هي من الإسلام أو هي جانب من الإسلام وليست كل الإسلام، ففيها خلاف كبير. فإذا رجعت للكتب تجد تعريف التصوف مختلف فيه اختلاف كبير، وكلما كان الشيء فيه معنى عميق كلما زاد الخلاف فيه، لأن صعب تحديد الشيء العميق، لأن كل إنسان كلما ازداد عمق الأمر كلما نظر الناس إليه من وجوه متعددة، فإذا نظر الناس من وجوه متعددة صعب التعريف فتكثر التعريفات. لكن على أي حال جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن يعلم أن هناك تصوف قبل النبي أصلا، ولم ينشأ التصوف إلا بعد ظهور الإسلام، فدل على أن التصوف من الإسلام أو كان سببه الإسلام، يعني الذي أضاء شعلته هو الإسلام، لأن قبل الإسلام ما كانش معروف أن في تصوف في الأمم السابقة بهذا المفهوم. فإن كان هو معنى جاء به الفلاسفة بعدما دخلوا في الإسلام كما قال البعض، ده ينقضه أنه لم يكن موجودا قبل الإسلام أصلا، وإن كانت الشرائع موجودة قبل الإسلام، فالشرائع كانت موجودة قبل الإسلام، هناك شرائع، ولكن جاء الإسلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الناس الدين. ولما كان الدين كما بينه صلى الله عليه وسلم هو الإسلام والإيمان والإحسان، لأن حديث سيدنا جبريل الذي سأل عن الإسلام ثم سأل عن الإيمان ثم سأل عن الإحسان، فقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني الدين هو كده. فالإسلام هو الشريعة والإيمان هو الطريقة والإحسان هو الحقيقة، ولا بد أو تقول أن الإسلام هو الاستسلام الظاهري الذي يتناول الجوارح، والإيمان هو التصديق الباطني الذي يتناوله القلب، والإحسان هي مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلا بد أن يكون المسلم متحققا متطرقا، متحققا أي مراقبا لله عز وجل، أن تعبد الله كأنك تراه، وابتدأ بالمقام الأعلى قبل المقام الأدنى، فإن لم تكن تراه فاقبل في البداية بأنك تراقبه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كأنك، شوف كأنك، فالكلام موجه ليك، كأنك تراه، والكاف هنا للتشبيه، أي أنك حتى إذا تجلى عليك فأنك لا تراه ذاتا ولكن تراه صفاتا، لأن الله لا يرى بالذات. فإذا تصورت أن الولي مهما ترقى فرأى الله أن يرى الله على ذاته هذا محال، فالله لا يرى على حاله سبحانه وتعالى وعلى ذاته الشريفة سبحانه وتعالى، لأن الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، ولكن الله يرى بتعينات صفاته سبحانه وتعالى. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما تبلش لأنه بيقعد يطقطق، هيطقطق كده معلش مش مهم الغي. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الناس الدين كله، الصحابة كانوا فاهمين الدين كله على بعضه كده، ما كانوش مقسمين التقسيمة دي، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين لم يرد معنى الفقه بالمعنى الضيق الاصطلاحي
الذي نشأ بعد حوالي 200 سنة من هذه الكلمة، لأن الفقه بعد ذلك صار عالما على العلوم بالأحكام الشرعية العملية المستمدة من أدلتها التفصيلية. هذا هو الفقه اصطلاحا. لكن الفقه الذي جاء في الحديث ده مش هو الفقه المصطلح عليه. من يريد الله بخير يفقهه في الدين، أي إسلاما وإيمانا وإحسانا، هو ده الدين. فلما كان الدين متشعب الأطراف، وأن الدين متين، وخاف الناس بعد 100 سنة الأولى و100 سنة الثانية أن يضيع الدين، فقام طائفة من العلماء تخصصت في تحديد معالم الإسلام، سموا الفقهاء. وقامت طائفة تخصصت في تحديد معالم الإيمان، سموا علماء الكلام وعلماء أصول الدين وعلماء التوحيد. ثم قامت طائفة ثالثة لتحدد معالم مقام الإحسان. فكانت الطوائف الثلاثة من العلماء لتحديد معالم الدين، ولكن هي مسألة تخصص. فالطائفة التي تخصصت في تحديد معالم الإسلام سموا الفقهاء وتعرفوا فيما بينهم على مصطلحات بينهم، فصار للفقهاء مصطلحات عندهم اصطلحوا عليها واتفقوا عليها، كان لم تكن معلومة في عصر الصحابة، وقعدوا قواعد لم تكن معلومة في عصر الصحابة، وإن كانت معمول بها لكن بغير هذه الصيغة. فالصحابي كان يستنبط الأحكام دون أن يعلم أصول الفقه، لأنها كانت عنده سجية. فلما جاء العلماء بعد ذلك قعدوا القواعد وأصلوا الأصول واتفقوا على مصطلحات خاصة بهم، فنشأ علم الفقه وعلم قواعد الفقه وعلم أصول الفقه. والفقه احتاج لدليل، والدليل هو القرآن والسنة، القرآن والسنة الإجماع، ثم بعد الإجماع الاجتهاد الذي يدخل فيه القياس والاستصحاب والرأي والمصالح المرسلة وغير ذلك من الوسائل. فلما كانت وسائل استنباط الأحكام هي القرآن والسنة، فنشأ علم اللغة، لأن القرآن عربي، فنشأ علم اللغة العربية علشان يخدم فهم القرآن وفهم السنة، ونشأ علم الرجال علشان نتثبت من صحة الأخبار الواصلة إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنشأ علم الحديث وعلم الإسناد وعلم الجرح والتعديل. كل هذه الأشياء نشأت أساسا لخدمة علم الفقه، وبعدين بقت مذاهب. حتى الفقهاء اختلفوا فيما بينهم الى مذاهب تصل الى اكثر من 60 مذهب. بعد كده لما اختصروها وانتشر منها حوالي 20، وبعدين اشتهر من 20 16، وبعدين فضلت تقل بسبب قلة النقول عن اصحاب المذاهب المجتهدين وعدم اهتمام تلامذتهم بتأييد المذاهب، فضاعت مذاهب كثيرة على مر الزمان، وصارت مذاهب 4 هي المدروسة، لأنها تحرى أتباع المذهب تحري أقوال كل إمام من الأئمة ودرسوه وأيدوه ودونوه. أي مذهب تاني ما تقدرش تحلف إن الإمام الأوزاعي ده كلامه 100%، بل بتستقي كلام الأوزاعي من وسط آراء أصحاب المذاهب الأخرى، يقول لك وقال الأوزاعي، لكن الأوزاعي نفسه مذهبه دون، محدش دون. الامام سفيان الثوري مذهبه دون، محدش دون، لكن تقدر تستقي من هنا ومن هنا ومن هنا. وعشان كده صعب انك انت تقول انا هتبع الامام الثوري في مذهبه، تتبعه ازاي؟ انقطع الطريق، ما تقدرش توصل لاجتهاده. واوجب العلماء بعد ذلك على الناس انهم يقلدوا مذهب حتى يصلوا لدرجة الاجتهاد بنص القرآن، لان الله سبحانه وتعالى قال ولو انهم ردوه الى الرسول والى اولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى مش كل واحد ياخد من الدليل ويقول لك انا اعمل، لان هل انت بتعرف تستنبطه؟ علشان تصل لدرجة القدرة على الاستنباط
يبقى لازم تكون وصلت لدرجة الاجتهاد. ولذا يحرم على المجتهد ان يقلد. يعني اذا وصل الانسان الى درجة الاجتهاد يحرم عليه ان يقلد. يعني لو قابل الله مقلدا يكون آثم. واذا لم يصل الانسان لدرجة الاجتهاد وجب عليه ان يقلد. لانه لو خد من الدليل وهو ليس عنده القدرة على الاستنباط يبقى تجرأ في الاحكام بغير رأي. فصار بعد ذلك الناس على مر العصور ينصحوا الناس في بداية دراستهم للفقه انهم يقلدوا امام من الائمة اولا، ثم بعدما يقلد الامام ويعرف اراء الامام ويستنبط منها بعد كده يدرس المذهب باعمق شوية، يشوف ادلة الامام، وبعد ما يعرف ادلة الامام يعرف اختيارات الامام ليه تمت وخالف المذاهب الاخرى بالتدريج. في اثناء دراسته دي كلها بيعرف اللغة وبيعرف الحديث وبيعرف التفسير ويعرف الناسخ والمنسوخ، فاذا فتح الله عليه يصل لدرجة الاجتهاد داخل المذهب. فاذا وصل لدرجة كبيرة من العلم بعد كده وقدر يقعد لنفسه قواعد مختلفة عن قواعد امام اخر، فقعد لنفسه قواعد، يبقى بقى صاحب مذهب جديد، ويبقى الباب مفتوح برضو، من لم يغلق ليوم القيامة الباب مفتوح، بس قاعد قواعد. انت اوصل لدرجة الاجتهاد وقاعد قواعد، هل تقدم رأي الصحابي على القياس ولا تاخد بالقياس الاول؟ هل يقدم القول على الفعل ولا الفعل على القول؟ فاذا كان القول مخالف للفعل ايهما يقدم؟ كل دي مباحث لازم تواجه نفسك وتعمل قاعدة وتمشي عليها، واخد بالك؟ فهؤلاء العلماء قعدوا لانفسهم قواعد وصاروا عليها فصار مذهبا. فالامام ابي حنيفه له قواعد وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر او غرفا من الدهن. ولم يظن الناس في لحظه من اللحظات ان المذاهب فرقت الامه، بل كانت خصوبه وبيان، لان الاسلام صالح لكل عصر. وقبل الناس الفقهاء وصاروا هم قضاة الشريعه على مر العصور. ولكن ان تظن ان الدين هو الفقه فقط يبقى انت كده مش فاهم حاجة بقى، لان الفقه فقط بغير بقية الامور يورث القسوة، واي واحد يدرس الفقه فقط يجد فيه قسوة القلب، لانه هيبقى قاضي، والقاضي المفروض ما يبقاش عنده عاطفة. الفقيه ده قاضي. قاضي يعني ايه؟ يعني ما عندوش عاطفة، يعني يمشي مع القرائن ويحكم، مفيش عواطف، العواطف تمنعه من الحق. فهمت ازاي؟ وعشان كده اذا درست الفقه فقط دون ان تدرس بقية امور الدين هتجد فيه نوع من القسوة عندك. وعشان كده الامام الغزالي شعر بهذه القسوة لما درس الفقه سنوات طويلة، لدرجة ان هرب من الفقه وبدأ يدور على حد يخرجه من قسوة نفسه، لانه لم يهتم ببقية امور الدين، غرق في فرع من فروع الدين. لكن مش هو ده كل الدين اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان فرع من فروع الدين، وان كان قد يستغرق حياة الناس. وبعدين لو تفقهت وعرفت الاحكام بدون ما تكون عندك اصول الايمان في قلبك يبقى ده يورث ايه؟ يورث الزندقة والتلاعب. نفس الفقهاء عندهم حيل فقهية، يعني ممكن يبقى عندك ملايين الجنيهات وبحيلة فقهية لا تجب عليك الزكاة فقها، لان انت راجل عندك حيل فقهية ما تعرف تتهرب. يعني لو واحد مثلا عارف ان الحكم في اذا افطر في نهار رمضان بالجماع عامدا عليه الكفارة العظمى، يعني يصوم شهرين متتابعين، وهو بقى ايه عايز يهرب بالحيلة يروح يشرب شوية مية ويجامع زوجته ويبقى عليه يوم واحد، لانه افطر بالماء ما افطرش بالجماع. لكن هل الحيلة دي تخيل على ربه؟ لا. يبقى هو من ناحية الفقه سليم، لكن من ناحية ربه حاجة تانية. وعشان كده الفقه لوحده، واحنا شفنا في اول هذا القرن ناس مشايخ طلعوا من الازهر هنا وكان بيخبث الكاكولا، حكولنا مشايخنا ازازة الخمر تحت باطن، والله سيدنا الشيخ عبد الله حكى لنا القصص دي.
كان يخرج من الازهر بعد ما يصلي الظهر يشتري ازازه الخمر يخبيها في الكاكول وحافظين القران. وكل اللي قاموا بالمزيكا المزيكاتيه في اول هذا القرن كان كلهم مشايخ. اتعلموا الفقه ما تعلموش الحقائق. فهمت ازاي؟ وعلشان كده الفقه لوحده بدون بقيه امور الدين ممكن ما يوصلكش للطريق الناجي، وعشان كده قالوا تملي من تشرع ولم يتحقق فقد تفسق. يقع في الفسق على طول، والفجر يبقى فاجر، يبقى شيخ فاجر. وياما شفنا مشايخ فاجرين تملكوا الحكام وفعلوا الكبائر وهم حافظين القران لانهم لم يتحققوا. لان الدين مش فقه بس، لان الفقه تناول الجوارح ولم يتناول القلب. طيب نيجي بعد كده الايمان. الطائفه اللي قامت علشان تحقق اصول الايمان اللي سموا نفسهم علماء الاصول وعلماء التوحيد او علماء الكلام، ايضا لهم مصطلحات. يعني الحكم عند علماء التوحيد غير الحكم عند علماء الفقه. الحكم الشرعي غير الحكم العقلي. علماء اللي حققوا مقام الايمان عندهم الحكم العقلي هو اللي بيحكمهم، واحكام العقل ثلاثه: الوجوب والاستحاله والامكان. انما الفقهاء اللي تحققوا في مقام الايمان الاسلام عندهم الاحكام خمسه: الوجوب والندب والاباحه والكراهه والحرمه. يبقى اصبح كلمه الحكم حتى نفسها الحكم كده تختلف من طائفه لطائفه، وكلهم مسلمين لانهم اهل علم مختلف، وان كان هذا العلم يخدم جانب اخر. ومحدش قال ان علماء الكلام لما قالوا ان الحكم العقلي هو الاساس عندنا انهم فرقوا الامه. ومحدش راح للفقهاء وقالوا لما قلتوا ان الحكم الشرعي هو الاساس عندنا ان كنتوا كده هتخلوا الامه تبقى فاسقه. لان الفقيه بحث في العمل كيف يكون صحيحا او فاسدا، وصاحب الايمان بحث في القلب كيف يكون اعتقاده جازما او غير جاز، بغير شبهه او بشبهه. وصاحب مقام الاحسان بحث كيف يكون عمله الصحيح على الفقه مقبولا. قد يكون صحيحا غير مقبول، وعلشان كده انت محتاج عملك ان يكون صحيحا مقبولا. فلا بد لك من الفقه لصحه العمل، ولا بد لك من التحقق بمقام الاحسان حتى تضمن او تسعى في اسباب قبول العمل. وعلشان كده اوجب العلماء تعلم مقام الاحسان، كما اوجب العلماء تعلم الضروري من الفقه. ليه؟ لان الضروري من الفقه يصلح به العمل فيصير صحيحا فيسقط عهدة التكليف. وعلم مقام الاحسان يجعل العمل مقبولا. الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال: انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلق ورحم الارمله والمسكين وقطع النهار في ذكري. حديث معروف. طيب يتقبلها يعني يثيب عليها. لكن ممكن تبقى الصلاه صحيحه فقها، طاهر الثوب والبدن ومتوضئ وعلى ثوب وعلى في مكان طاهر مستقبل القبله ومتوضئ وضوء صحيح ودخل الوقت ونوى نية صحيحة وقرأ قراءة صحيحة، تبقى صلاته في الفقه صحيحة. لكن متكبر والكبر محله الخل غير مقبول، ما عندوش شفقة بالمسكين غير مقبول، ما انتفعش. واحنا عايزين نعبد الله عشان ننتفع، مش عايزين نعبد الله عشان يبقى تسقط عهدة التكليف وخلاص. ما هو سقوط عهدة التكليف حاجة، وإن ربنا يسيبك دي حاجة تانية. وانت عايز تقابل ربك علشان يعني يا رب انت كلفتني بالحاجات دي وخلاص ومش عايز الثواب، ولا عايز الثواب؟ نحن فقراء لمدد الله عز وجل في كل لحظه. فلذا لما كنا مفتقرين الى سقوط عهدة التكليف وثواب الله عز وجل وجب علينا التعلم من الفقه ما نصلح به العمل، والتعلم من مقام الاحسان الذي هو بعد ذلك صار علما بعلم التصوف ما يكون العمل به مقبول. ولذا اوجب العلماء تعلم علم التصوف، فصار هناك علم اخر وعلماء اخرين قاموا لتحديد معالم مقام الاحسان، كما قام علماء لتحديد معالم مقام الاسلام، وكما قام علماء لتحديد معالم مقام الايمان. قام علماء
طائفة كبيرة من العلماء لتحديد معالم مقام الإحسان، ثم بعد ذلك التصوف أو المتصوفة أو المدرسة الصوفية أو الشيوخ المربين أو الأولياء الصالحين، سميهم زي ما تسميهم، في المشحة في الاصطلاح زي ما بيقول. منشأ كلمة التصوف جت مين ما تفرقش معانا بقى، طالما هم دول خرجوا لتحديد معالم مقام الإحسان الذي هو المراد من الدين، بل هو لب الدين، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن تحقق الإنسان بمقام الإحسان دون أن يتفقه فقد تزندق، لأنه ممكن إنسان يتكلم بالحقيقة ويصل بعد ذلك من هذه الحقيقة إلى ترك الشرائع. يعني تروح لواحد عاصي قاعد على القهوة حاطط قدامه خمرة وسامع الأذان ورا الأذان ما يصليش، يا ابني ما تقوم تصلي، يقوم يقول لك كلام صح، يقول لك ما هو لو ربنا عايزني أصلي كنت قمت صليت. ما هو ده كلامه صح، حقيقة صح، يعني هو بيتكلم كلام بالحقيقة صح، لكن حطه في موقف غلط. فهمت ازاي؟ لأنه جاهل بربه، فلما جاهل بربه تكلم بالحقيقة دون أن يتفقه فتزندق، أي أنكر الشرائع. وعشان كده قال من تحقق ولم يتفقه أو يتشرع فقد تزندق، والزندقة هي إنكار الشرائع، إنكار الأسباب. يا ابني قوم اشتغل، اسعى في الأرض، يقول لك ما هو لو عايز يرزقني هيرزقني، فترك الأسباب. والشريعة ما هي إلا أسباب لرحمة الله، ولم يدخل أحد الجنة بأسبابه، حتى بالشريعة مش هتدخل، اللي هي العمل اللي هي العباد، إلا أن يتغمدك الله برحمته. فلما يقول لك طب وأنا ليه حاقد بالأسباب، إذا كانت المسألة مطلق رحمة ربنا، ما هو كلامه صح، لكن لأنه ما فهمش ربه، جاهل بربه، فترك الأسباب. فده كلامه صح من جهة، باطل من جهة، وإحنا مطلوب إننا نفهم كل الجهات عشان تفهم الدين كامل. وعلشان كده قالوا من تحقق ولم يتشرع فقد تزندق، ومن تشرع يعني تفقه ولم يتحقق فقد تفسق. وفعلا شفنا في الحقيقة كده، فشفنا ناس تحققت وانتسبت للصوفية ولبسوا الخرقة وحطوا علقوا السبح في رقبتهم ولم يتفقهوا، فكانوا فتنة على الناس، فقالوا كلام شوه صورة التصوف على مر العصور. وعلشان كده كل الناس اللي بتهاجم التصوف في ذهنه هذه النوعيات، فهو يهاجم النوعية دي، لكن لو فهم التصوف بحقيقته هو ما بيهاجمش العالم التانيين المتحققين المتشرعين. وعلشان كده لما قام اشتهر في علم التصوف ناس، زي ما اشتهر في الفقه ناس، زي ما اشتهر في علم التوحيد ناس. ففي علم التوحيد ظهر الامام ابو الحسن الاشعري، هو رأس العلماء المشهورين في تحديد معالم مقام الايمان، ابو الحسن الاشعري. وظهر بعد ذلك غيره كتير زي البيهقي له كتب، الغزالي له كتب في هذا المجال، وابن رشد الفقيه المتكلم والفقيه وغيره. وفي الفقهاء اشتهر المذاهب الاربعة وغيرهم في الفقه. وفي التصوف اشتهر الجنيد وعلي الدقاق والسري السقطي ومعروف الكرخي وغيرهم كتير على مر العصور اشتهروا بتحديد هذه المعالم، وكانوا كلهم متحققين متشرعين. لكن دخل في وسط الناس في كل طائفة من ليس منهم، فدخل في وسط الفقهاء من ليس بفقهاء، وعلشان كده تجد فيه آراء شاذة في الفقه تذكر في كتب الفقه للتحذير منه، لأن دخل في الفقهاء من ليس منهم، فقالوا كلام فارغ كتير، لدرجة بعض الفقهاء في الأصول قالوا إن المصلحة هي مراد الشارع، فلو خالفت النص تقدم المصلحة، ومذكورة في كتب الفقه اللي بيقروا في الأصول. في ناس قالت كده، قالت إن مصلحتك هي شرع الله ولو خالفت القرآن والسنة، تصور. ونصبوا إلى الفقه وكانوا لا يصلون وكانوا تاركين الصلاة، فيبقى دخل في الفقهاء من ليس منهم. فلما دخل في الفقهاء من ليس منهم ما عدناش في الفقهاء كلهم، لا قلنا جبنا الأقوال دول وحذرنا منهم. ودخل في علماء التوحيد من ليس منهم، وعلشان كده في ناس كتير قالت كلام ضلالي في التوحيد، في علم التوحيد ضلال،
ومنسوبين للإسلام والمسلمين، وبالرغم من كده ما أنكرناش علم التوحيد بالإطلاق، بل نذكر كلامهم ونحذر منهم. ودخل في التصوف من ليس منهم. فليه احنا نيجي في التصوف نحذر الناس من كل التصوف؟ طب ما نعمل معاهم زي ما عملنا في الفقهاء، ننقي الفقه ممن ليس بفقيه، كما نقينا علم التوحيد ممن ليس بعالم، فننقي علم التصوف ممن ليس متصوف بالحقيقة، علشان ناخد الخير، لان الحكمة ضلت المؤمن. والتعميم علامة الجهل. لما تيجي تقول ان علشان المحدثين دخل فيهم كذابين يبقى كل الاحاديث اللي وردة عن النبي كذب، تبقى انت كده غلطان. ما هو دخل في علم الحديث والضعين، لكن ليه ما انكرناش كل علم الحديث؟ دخلنا بقى ونشأ علم الجرح والتعديل علشان كذلك يجب علينا اننا نحافظ على هذا العلم، لانه ده يبين لنا حقيقة الدين ولبه، وننقيه من الشوائب اللي دخلت فيه ممن ليس منهم. لان زي ما بقول لك ان في ناس تقول كلام فيه نوع من التحقق لكن يخلو من التشرع، فيبقى فيه زندقة فيروحوا في دهل. وعلشان كده الامام القشيري لما لاحظ هذا في القرن الرابع الهجري ان التصوف كاد ان هو يضيع ودخل فيه من ليس منه، وان في ناس اتكلمت كلام في ظاهره علم حقائق وفي باطنه انكار للشرائع، وكانوا لابسين زي المتصوفة وعملوا نفسهم مشايخ واولياء، فخاف انه يندرس هذا العلم فاندرى. لانه اصلا الامام القشيري كان رجل فقيه، اصلا شافعي فقيه اصولي نحوي شاعر، كان يكتب شعر كتير، وكان اديب يحب الادب، وتملي الادب يرقق الطبع. يعني عايز ترقق طبعك ذاكر ادب كتير واقرا شعر كتير تلاقي قلبك يرق، وعايز تخلي طبعك غليظ اقعد عيش بقى في وسط ايه العلوم المتعلقة بالحكم بين الناس زي الجرح والتعديل والحاجات دي، تعلمك الجرأة وتتجرأ في الناس، فكل حاجة بتوزن بعضها. فكان الامام القشيري بالطريقة دي كان راجل ما كانش حتى يعرف التصوف كتير، لحد ما قابل ابو علي الدقاق، تقابل معه في نيسابور، وكان عالم من علماء التصوف الكبار في عصره ووالي كبير. فلما جلس معه سمع منه كلام كانه اول مره يسمعه، مع ان الكلام ده بيطلع من الناس كلها، لكن لما بيطلع من قلب العارف بيبقى ليه واقع اخر. فاثره فاستمر معه وتعلم على يديه العلم ده. فلما خرج للدنيا وشاف الناس بتقول كلام بتدعي انه تصوف هو مش تصوف، فوجئ ان الناس انكرت هذا الطريق وهو عين المراد بسبب دخول الشوائب دي. فراح الف الرساله دي مخصوص علشان يحافظ على هذا العلم قبل ان يندرج. ده بيقول الكلام ده في القرن الخامس الرابع الهجري، فما بالك واحنا في القرن الخامس عشر الهجري. لما بيقول ده العلم اندرس ودخل فيه من ليس منه، يبقى احنا من باب اولى اننا بقى في زمن يعني محتاجين اننا ننقب اكثر ونعرف اكثر حتى لا نضيع هذه الجواهر. النهارده هنقرا المقدمه ثلاث صفحات بس في الرساله القشيريه، وبعدين نبدا فيها يوم السبت القادم. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي تفرد بجلال ملكوته وتوحد بجمال جبروته. خد بالك ان هم عندهم الفاظ علماء التصوف خاصه بيهم، زي ما علماء الفقه كده عندهم برضه مصطلحات خاصه بيه، فانت علشان تعرفهم لازم تعرف مصطلحاتهم عشان ما تستعجلش. هو بدا بالحمد لله، الجمله الاسميه بدا ببسم الله الرحمن الرحيم، بعد كده الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم تيمنا بالكتاب، لانه بدا ببسم الله الرحمن الرحيم القران، ثم بعد ذلك الحمد لله رب العالمين لحديث كل شيء لا يبدا بحمد الله فهو ابتر، وبدأها بالجملة الإسمية التي تدل على الثبات والدوام. الحمد لله، ثم بعد ذلك أراد أن يعرف الله سبحانه وتعالى ببعض صفاته. الذي تفرد بجلال ملكوته. الجلال عند علماء التصوف هو كل ما كان فيه صفات قهر. كل ما كان من صفات الله بالقهر يسمى جلال، وكل ما كان من صفات الله بالعطاء والرأفة والشفقة يسمى صفات جمال. والجلال والجمال
هو الكمال. وعلشان كده الاغريق اليونان القدامى لم يعبدوا الله بالجلال بل عبدوه بالجمال فقط، فاعتبروا ان الاله رب الجمال، واعتبروا ان كل ما هو يخالف الطبع وفيه قهر ان ده من الشيطان، فعملوا اله للخير واله للشر، فكانت اثنينية. لكن جاء الاسلام نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. فرب الجمال هو رب الجلال، هو الذي خلق الموت والحياة، هو الذي خلق الكفر والإيمان، هو الذي خلق الشر والخير، هديناه النجدين سبحانه، فريق في الجنة وفريق في السعير سبحانه، إله واحد مش إثنينية. فالإغريق اعتبروها إثنينية، والمسلمين جاءوا بالتوحيد، توحدوا الله بالجلال بصفات القهر وبالجمال بصفات الإيه العطاء، فصار الله كاملا جليلا جميلا فينبني منها الجمال. ثم لما جاء بالجلال جاء معها ايه؟ الملكوت، ما جاش معها الملك، لان الملكوت كل ما غاب عن الحس، فكأن الوجود وجودان، وجود غائب عن الحس لا تراه بمحسوساتك يسمى ملكوت، ووجود تحت طائلة الحس يعني تلمسه تراه تشمه اللي يسموه الملك. فما كان تحت طائلة الحس يبقى جميل هتشوفه، يبقى ده مطابق لصفات الجمال، وما كانت غير مدرك بالحس يبقى في نوع من القهر، فيبقى مطابق لصفات الجلال. وعلشان كده جاء الجلال مع الملكوت. فالعلماء دول فاهمين، مش بيقول اي حاجة، يعني مش يقول الحمد لله الذي تفرد بجلال ملكه، خدت بالك ازاي؟ لا، يقول لك ملكوتي، عشان الملكوت ماشي مع الجلال. فالملكوت كل وجود غاب عن الحس كالملائكة والجن والجنة والنار والميزان والقلم، كل ما غاب عن الحس وهو موجود. وتوحد بجمال جبروته، الجمال جاء مع الجبروت. ايه هو الجبروت عندهم؟ عندهم الجبروت لمعنى ثاني، والجبروت دي كلمة جابها النبي صلى الله عليه وسلم، هم مش مؤلفينها، ربنا سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم، يعني النبي استعملها كلمة الجبروت. طب ايه الجبروت دي؟ ما كان قبل الملك والملكوت من عوالم تسمى الجبروت. ده دي قبل الجبروت كمان، كان الله ولم يكن شيئا معه، دي قبل الجبروت كمان. لان اصل الحكاية ايه؟ الله سبحانه وتعالى كان ذاتا موجودة سبحانه وتعالى لا شيء معه، يسموها العماء علماء التصوف، وذكروها في اشعارهم، يسموها العماء ليه؟ لان لم تكن هناك عين تراه ولا عقل يدركه، فكان في العماء سبحانه وتعالى، يعني موجود ولا يوجد معه من يدركه، فلا يدرك كنهه الا هو سبحانه، فليس مول عماء. فكان الله اولا ذاتا غير مدركة، فتجلت الذات للذات فصارت ذات موصوف، يسموه التجلي الاول. يبقى في حاجة اسمها كل دي برضو مصطلحات هم اصطلحوها عندهم، وانت لازم تفهم مصطلحات. ساعات ما يقول لك التجلي الاول تفهم منه كده، اما تعرف كلامهم بعد التجلي الاول تعرف منه الحته دي، لان هو ساعات ما يقولهالكش يعتبر انك كده، وهم كانوا بيتعمدوا ان يبقى ليهم مصطلحات مش كل الناس تفهمها، يقول لك لان العلم بتاعنا ده علم غالي، مش كل واحد هلفوت كده يقرا يفهم، ده علم غالي احنا تعبنا فيه على ما حسينا بيه، فنقوله بطريقه ما يفهموش الا اهله، فكانوا بيتعمدوا ذلك. فيبقى كانت ذاتا غير مدركة سبحانه وتعالى لا شيء معه، فتجلت الذات للذات بالتجلي الاول فصارت ذاتا موصوفة فظهرت لها صفات.
فالصفات موجودة في الذات أولا لكنها لم تكن ظاهرة، كالشجرة في النواة. النواة دي مش بتبقى شجرة بعد كده، طب وكانت الشجرة فين وهي نواة؟ كذلك كانت ذاتا موصوفة غير معلومة الصفات، فتجلت الذات للذات بالجمال لا بالجلال، لأن لو بمقتضى الجلال ما كانتش ظهرت الصفات، ولكن وعلشان كده رحمته سبقت غضبه، لأن لو كان غضبه سبق رحمته ما تجلى التجلي الأول ليظهر سبحانه وتعالى، وما كانت هناك أكوان وما كان هناك شيء. فسبحان الذي تعطف العزة وقال به، وسبحان الذي لبس المجد وتكرم به، لأن الجلال يقتضي القهر والغلبة وعدم وجود معه شيء، والجمال يقتضي أن يكون هناك مخلوق يرزق، وأن هناك مخطئ يغفر له، وأن هناك إنسان ضعيف يقوى، مخلوق يقوى يعني يحتاج الإمداد. صفات الربوبية تحتاج كده، أن يبقى في مربوط. فكأن صفات الربوبية تعطفت صفات الإلهية فخرج منها الأكوان، فخرجت من هذا المسألة كلها الأكوان. مراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق الأكوان. فلما تجلت الذات أولا إلى الذات فظهرت صفات، فصارت للصفات تعلقات، كل صفة لها تعلق. أما ربنا من الصفات أنه خالق، يبقى لابد أن يبقى في مخلوق بقى. لما من صفاته أنه يبقى رازق، يبقى لابد أن فيه مرزوق. لما من صفاته أنه رب الأرباب، يبقى لابد أن يكون فيه مربوب. فهمت ازاي؟ لما من صفاته أنه قهار، لابد أن يبقى فيه مقهور. فكيف تعمل الصفات؟ فلابد للصفات أن تكون لها أثر. فلما ظهرت الصفات تطلبت الصفات أثرها للظهور، فتوجهت إرادته سبحانه وتعالى لظهور أثر صفاته إلى قدرته، فصار كل ممكن. فلما كان من صفاته أنه قادر وأنه مريد سبحانه وتعالى، فالقدرة هي صفة في الله عز وجل ذاتية، قادر سبحانه وتعالى، ولكن الإرادة تخصص القدرة. هو على كل شيء قدير، لكن هل عمل كل شيء ولا عمل أشياء معينة؟ عمل أشياء معينة. فكأن الإرادة تأتي لتخصص من القدرة، فيفعل ما يشاء بقدرته ويفعل ما يريد بعزته. فلما توجهت الإرادة إلى القدرة وهي كلها صفات، ظهرت بعدما كانت كامنة في الذات بالتجلي الأول، تطلبت هذه الصفات أثرها. فأثر هذه الصفات أن تتعين، أي تظهر هذه الصفات في صورة محسوسة، لأن الله ذاته ليست بجسم غير متعينة. فصار لابد له سبحانه وتعالى أن تتعين أثر صفاته في الوجود الخارجي الذي أراده الله سبحانه وتعالى لإظهار صفاته فيه. فجاء التعين الأول، وهو توجه مراد الله إلى قدرته لتتعين التعين الأول اللي سموه عالم الجبروت قبل كن أو بين الكاف والنون، لأن أصلا كن يعني بين الكاف والنون الإرادة عاملة في القدرة. فإذا عملت الإرادة في القدرة كان هذا عالم الجبروت، لأن الله سبحانه وتعالى يجبر العوالم على أن تكون على مراده فسميها جبروت. خدت بالك ازاي؟ فبقى عند مصطلح القوم، والاصطلاح لا مشاحه فيه، انا بشرحه لك علشان تفهم كلامهم، مش شرط تقتنع بيه، لكن ده مصطلحهم كده. زي ما علماء النحو عندهم مصطلحات، مثلا قواعد عندهم في النحو، واخد بالك ازاي؟ اصطلحوها. لو قابلت العربي الفصيح ايام الصحابه تقول له طلع لي ان الجمله دي نائب الفاعل، مش هيعرف، لأنه مش مسميه أصلا نائب فاعل، لكن هو ينطقه مرفوع كده، لكن مش مسميه هو نائب فاعل. قول له طلع لي منها التمييز، يقول لك إيه التمييز ده؟ وأنت ما عندكش تمييز؟ لأن المصطلح ده جه بعدين، وإن كان هو بيتكلم صح لوحده. خدت بالك؟ فدي مصطلحات هم
الصلاة هو. عرفت تفهمها افهمها، ما عرفتش تفهمها ما يضرش، هتفضل مسلم برضه حلو، بس هتبقى من عوام اهل اليمين. عايز تبقى من المقربين لابد تتعلم العلم ده الكامل بقى عشان تبقى دين دين كامل، لان احنا عارفين امة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي امة الاجابة اهل يمين ومقربين. مش قال ولمن خاف مقام ربي جنتان، وبعدين قال ومن دونهما جنتان، وجت سورة الواقعة قال المقربين واصحاب اليمين، يعني الجنتين الاولانيين دول للمقربين، واللي من دونهما دول اللي اقل منهم شويه دول اصحاب اليمين. مش كده برضو عشان يبين لك المساله. فيبقى لابد ان يبقى فيه في امه النبي صلى الله عليه وسلم ناس فاهمه فاهمه اعمق شويه، والباقيين ناجين برضو حلوين مسلمين حلوين. يعني لو صعب عليك امر من الامور ما تيأس، انت برضو مسلم حلو على عيننا وعلى راسنا، تخش الجنه. يعني اللي ما يعرفش الكلام ده برضو يخش الجنه حلو. مش المساله يعني يا كده يا هتروح في داهيه، لا ابدا. فالمهم فهم رايهم ان توجهت الاراده الى القدره بعد التجلي الاول، فجاء التعين الاول بعد التجلي الاول، وهي ان يكون هناك موجود مع الموجود. ما كانش فيه الا موجود واحد هو الله، ولم يكن شيئا معه. فتعين بعد ذلك في الصفات، وتعين الصفات يقتضي وجود موجود مع الموجود. والموجود مع الموجود هو ايه؟ هو الممكن، اللي هو ممكن يبقى عدم ممكن يبقى مش موجود، يعني يحتمل يقبل العدم ويقبل الوجود لغيره في كل حال. فهو واجب الوجود لغيره اذا وجد، وممكن الوجود لذاته قبل وجوده. فانت بالك الحاجات دي مصطلحات يعني عند علماء التوحيد. فسأل اتفضل. مش مهم تتفهم، لكن انا بقول لك ده رايهم، رايهم مش مهم اعديه، رايهم. احنا متفقين ايه؟ ان مش شرط ان الواحد يفهم كل حاجه في الاول، لكن ممكن بعد كده تلاقي نفسك مع التكرار ومع المعايشه لا تستبعدها اولا قبل ان تفهمها. الاول تصير غير مستبعد، وما هي محتمله فعلا، ايه المانع يعني؟ في الاول الاول ممكن تستبعد الفكره، وبعد اسبوع اتنين تلاتة تقول طب وايه المانع يعني؟ فيعني مش مقتنع بيها، ولكن يعني محتملة تبقى ممكنة. بعد شوية لما تقرا اكتر تتعمق اكتر تقول اه والله ده هي كده، ده هي ما بتجيش الا كده. ما يضرش. ما انا فاهم، هي بتيجي بالتدريج. بالتدريج. ما انا بقول لك الحكاية هي مش اصل الامور دي ما تتكلمش فيها كثيرا، لان الكلام فيها كتير يزلق. يوقع دي اسرار الذات سبحانه وتعالى، لا احد يتكلم فيها الا بالاشاره، لان ممكن تيجي لتسيء الكلام فيها. فالاحسن انها تتقال كده، اللي لقطته منها خير وبركه، واللي ما لقطتوش منها سيبه يجي براحته. خدت بال حضرتك؟ مش زي قواعد النحو يعني، لان احنا بنتكلم في علم صعب. علم اولا تذوقي استدلالي، الاثنين مع بعض. انما علم الفقه انت اصلك قضيت عمرك في علم الفقه، فتعودت ان علم الفقه استدلالي بحت. فعايز تعمل علم الاحسان زي علم الفقه؟ لا، علم الاحسان مقام الاحسان اللي هو التصوف مش زي الفقه. ليه؟ لانه دخل فيه التذوق، الذوق مع الدليل، الاثنين مع بعض دخلوا في بعض كده تقلبوا. فعلم الاذواق ما تقدرش تخليه دليل محض ولا تخليه ذوق محض. اللي خليه ذوق محض وبعد عن الدليل ضله ونسبوا للتصوف وشوهوه. فهمت ازاي؟ واللي خليه دليل محض بلا تذوق بعدوا عن لب الامر وطعمه. فهمت ازاي؟ عشان كده في ناس كتبت في التصوف ولم تذق التصوف، فصار علما جافا. زي تقرا مدارج السالكين لابن القيم تلاقيه جميل قوي، قواعد حلوه قوي، لكنه ملوش روح، لان هو نفسه ما عاش المساله دي. يعني احنا لو قعدنا مع بعض ساعة أقول لكم المانجا حلوة والفراولة حلوة والبسبوسة جميلة والكنافة حلوة، كويس؟ مش ده كله حلو؟ استنى بس، مش ده كله حلو؟ طيب والفول حلو أحيانا. طيب قول لنا يا عم الشيخ بقى حلاوة المانجا
الفرق بينها وبين حلاوة الفراولة، والفرق بينها وبين حلاوة البسبوسة. اقعد انا بقى اجيب السبورة واقعد اعمل لك الفرق من هنا واعمل لك جداول وبتاع، ونقعد ليالي وايام وما نوصلش للنتيجة. لكن اجيب لك انا بق مندي وبق مندي، تروح مطعم خلاص عرفت تروح على طول. فهمت ازاي؟ فكذلك علم القوم اذواق، خدت بال حضرتك؟ فهو علمهم اذواق، فصعب انك انت تحدد الاذواق في قوالب لفظية، خدت بال حضرتك؟ لكن احنا بناخد منهم بعد ما ذاقوا القوالب اللي هم صاغوا هذا الذوق فيها، لعلنا من خلالها ربنا سبحانه وتعالى يذوقنا. فاذا ذوقنا ساعتها بقى مش هنحس ان ايه. وضح لي الحته دي يا عم الشيخ. طب المانجا حلاوتها، ما احنا هنقعد بقى نتكلم المانجا والقصب الاثنين طعمهم حلو، طب ميز لي بقى بين حلاوه المانجا والقصب بالقوالب اللفظيه. تعرف؟ تعرف؟ ما تعرفش تقول باللفظ. ولو قلنا باللفظ بدقه زي اللي ده مش زي اللي ده، وعشان كده قالوا ايه من ذاق عرف. فخلاصة ان هم عندهم الفاظ انا بقولها لك عشان لما تيجي نقرا في الرساله تقوم ايه ما تتلخبطش كتير. عندهم حاله اسمها التجلي الاول، عندهم حاله اسمها التعين الاول، دي من خلال ممارستهم لمقام الاحسان متشرعين، واخد بالك ازاي؟ وزالوا من قلبهم كل شبهه، أضاءت في قلوبهم هذه الأنوار والمعاني فصاغوها في ألفاظ. البعض منها نجح في صياغتها ففهم، والبعض منها فشل في صياغتها فأسيء فهمه، لدرجة أن بعضهم قتل زي الحلاج لما قال ما في الجبة إلا الله، لأنه ما عرفش يجاوب كويس، ما عرفش يصيغ المعنى اللي في قلبه كويس، فصاغه بطريقة أوهمت أنه هو راجل بقى مشرك بقى كافر، لانه بيقول ما في الجبه الا الله. قالوا الله، ده الحجاج كفر، ده بيقول ان ربنا بيحل في المخلوق، هو يمكن ما كانش يقصد كده، ده هو في ثناء تام، اي ما في الجبه الا اثر صفات الله مش الله ذاتا. هم فهموها ان هو بيتكلم على الذات وان الذات لا تحل، وهو ما يقصدش ان هو بيتكلم على الذات، ده بيتكلم على اثر الصفات. فهو يقتل بالشريعه يقتل بالشريعة، من فاهم يقتل بالشريعة، وهو يبقى نبي عند الله، وعشان كده هم قتلوه صلوا عليه. تصدق ده يعني قتلوا الحجاج بالشريعة الحلاج وصلوا عليه ودفنوه في مقابر المسلمين، خدت بال حضرتك؟ يعني ما اعتبروش مرتد. وعشان كده سيدنا ابو هريرة ليه معنى يدل على هذا، ان هو برضه بيقول انه اخذت من رسول الله قرابين من علم، بثثت لكم قرابا، والقراب الاخر دونه رقبتي. يعني لو قلته هتفهموه غلط هتقتلوه، ما هو لو قالوا كانوا قتلوه هيفهموه غلط. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم في علم الاذواق صلى الله عليه وسلم اكتفى منه باشارات صلى الله عليه وسلم، لم يمتحن بما تعيا العقول به فلم نرتب ولم نهي، لان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بالوحي، فما ما قالش كلام الناس تختلف فيه صلى الله عليه وسلم. ولكمال حاله كان يتجلى عليه كل التجليات، وبربطة جأشه صلى الله عليه وسلم لا يصدر منه لفظ يهم معنى غريب. لكن هل غير النبي هيبقى في حال النبي؟ احنا لما بيحصل لنا بعض التجلي كده بس لاقي واحد يعمل كده ويعمل ويريل ويتنيل على عينه وساعات يغمى عليه، وبعض الناس تتجنن وتبقى مجاذيب شغلانة، لان ما بنتحملش طبيعتنا كده ضعيفة. وعشان كده اللي يعترض عليهم يقول لك طب ما هو النبي ما عادش كده هيقولوا كلام ما قالوش النبي. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بالوحي، وربنا عصمه في كلامه وفي افعاله وفي احواله ليكون قدوه للعالمين، لكن احنا ربنا ما عصمناش، احنا ربنا كلفنا ولم يعصمنا، فبقينا كده في قدر الله زي الريشه في مهب الريح كده، يا يفهمنا يا هنعيش في ضلال، يا اما يفهمنا فهم قوي فوق عقلنا فما نتحملوش فيقول لك ده مكذوب الراجل مخه طار منه بعد ما كان كويس، يا اما يفهمه نص نص يبقى فاهم وماشي مستور، يا اما يبقى مستور احيانا ومكشوف احيانا، وكل ده تلاقيهم في خلق الله، كل الانواع دي تلاقيها في خلق الله، خدت بالك ازاي؟ فالمقصد ان دي امور تذوقيه، واخد بالك؟ فالاذواق تاخد منها الاشارات وخلاص، وتقول يا رب حققنا بحقائق اهل القرب واسلك بنا مسالك اهل الجذب. احنا المفروض نخلص، احنا خلصنا، احنا ما كملناش سفر. الحمد لله الذي تفرد بجلال ملكوته
وتوحد بجمال جبروته. شفت ليه جاب الجمال مع الجبروت وليه جاب الجلال مع الملكوت؟ لان لولا صفات الجمال ما كان موجود مع الموجود، لان صفات الجلال تنفي الوجود الا صاحب الوجود الاصلي الله سبحانه وتعالى. فلما كان الجبروت هو تحول الاراده الى القدره ليكون هناك موجود مع الموجود، فكان الذي وجه الاراده هي صفات الجمال. خدت بال حضرتك؟ تجد جمال جبروت. ادي الحته. فالتعين الاول بقى ده اللي هي تعين الصفات، اللي هو اول مراد الله من الموجودات ان يكون هناك موجود، اللي هو اوجد موجودا يكون هذا الموجود منه كل الوجود، ده يسموه التعين الاول. فلما كان سوى الله عدم، والعدم يقتضي الظلام، فصار نقيض الظلام النور، فخلق النور، فتوجهت ارادته سبحانه وتعالى في التعين الاول الى ايجاد النور، سموه النور المحمدي. علماء التصوف سموا دي ايه؟ النور المحمدي، اللي هي الحقيقة الأولية، اللي هي التعين الأول. التعين الأول سموه اللي هو النور، اللي هو ضد الظلام، اللي هو ضد الغياب. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني ولا حاجة. وبعد كده جاء التعين الأول، أي مقتضى توجه الإرادة إلى القدرة ليكون هناك موجود مع الموجود، فوجد هذا الموجود الذي يكون منه كل وجود. فهذا الموجود هو مراد الله من الوجود، وكان مراد الله من الوجود ان يعرف، والمعرفه تقتضي العلم، والعلم نور، فكان مراد الله في التعين الاول النور. الله نور السماوات والارض، فاي ان الله سبحانه وتعالى خلق النور لتقتدي من النور العلم، ثم ينبني على العلم المعرفة، ثم تنبني على المعرفة العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلق النور الأولي، سموه هم النور المحمد، كويس، أو سموها هم الحقيقة المحمدية. خدت بال حضرتك ليه سموها الحقيقة المحمدية؟ ما هو برضه هم عندهم حق، ليهم أدلة، بس مش شرط أنت تصدق في الكلام ده. يعني مش من ضمن العقائد الأساسية اللي لابد تعرف، فهمت ازاي؟ عشان كده لا تدرس في العقائد الأساسية، لكن دي فهم أعمق للعقائد الأساسية. سموها ليه هي النور المحمدي؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد للوجود الذي يكون موجودا معه أن يكون وجودا عارفا له. فمن هو أعرف الوجود بالله؟ هو النبي، هو اعلم من في الوجود بالله، وهو اعبد خلق الله لله، بل هو اعبد من الملائكة. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو رمز لهذا فسموه المحمدي. خدت بال حضرتك؟ فكأنه توجهت الله صفات الله عز وجل الى تعينات في الحس لترى، فصارت موجودة محسوسة، حيث ان الصفات غير متعينة في الخارج، موجودة في الله عز وجل غير متعينة في الخارج، فلها تعلقات، تعلق قديم وهو في علم الله، وتعلق تنجيزي حادث بعد ذلك عند التعين الأول. ثم بعد ذلك لما تعينت التعين الأول، تعينت في الوجود الذي يكون منه كل موجود، اللي هي الطينة اللي ربنا هيخلق منها الأكوان كلها. علشان كده ايه؟ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. يعني كانتا رتقا، يعني كانت حاجة واحدة، يعني كل ما سوى الله توجهت إرادته لأن يكون هناك موجود معه، فأوجد موجودا، وأوجد من هذا الموجود الواحد كل الأكوان. نعم نعم نعم، فهمت المسألة؟ ده المعنى كده، وعندهم أدلتهم، فسموها الحقيقة المحمدية، سموها النور المحمد، سموها السر الساري في جميع الايه؟ الاسماء والصفات، سموها السر الساري في جميع الموجودات، سميها اللي تسميه ما تفرقش معانا. لكن هم سموها ليه محمدية؟ رمزا
لأن النبي محمد هو أعبد الخلق إلى الله، لأن الله خلق الأكوان ليعلم وخلقنا لنعبد، وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لإيه؟ لتعلم. يبقى ربنا خلق الأكوان لنعبد، يبقى كل الأكوان دي مخلوقة عشان نحن نعلم، خدت بالك؟ يبقى الأكوان دي مخلوقة لخدمتنا. وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن ليه؟ لتعلموا، هذه العلم هو، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. طيب وإحنا اتخلقنا ليه؟ لما الأكوان اتخلقت لينا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى خلقنا لنعبد وخلق الأكوان لنعلم، خدت بال حضرتك؟ هي المسألة كده. فلما كان محط مراد الله من الموجودات هو الإنسان العالم الكامل العابد، فكان هذا الإنسان العامل الكامل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هو مجمل مراد الله من الموجودات كلها. فلما كان هو مجمل مراد الله من الموجودات كلها كان هو التعين الأول للصفات، خدت بالك ازاي؟ ده رأيهم. تقتنع بنت حر، ما تقتنعش بنت حر، ما يجراش حد، حبايب برضه، مش هنزعل من بعض، لكن انا بشرح لك الكلام بتاعهم، انا جاي هنا وظيفت اشرح لك كلامهم عشان لما تيجي تعرف كتابهم تفهم. فسموها الحقيقة المحمدية. العجيب ان سيدنا رسول الله قال اشارات تدل على هذا المعنى، ان هو كان اول الخلق في الاحاديث، وجاء القرآن بصريح القرآن يدل على أن النبي هو أول الخلق بصريح القرآن في أكثر من آية، فتبقى المعنى ده الدليل من القرآن والسنة. في القرآن وأمرت لأن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، يبقى النبي أمر أن يكون أول من أسلم، ولا بد أن الأكوان كلها مسلمة لله، مش الأكوان كلها مسلمة لله؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء، والنبي كان هو أول شيء أسلم، يبقى هو أول الموجودات بنفس القرآن. ده رأيهم برضه ورأيي أنا برضه، لكن ما يضرش. هذا أمر تكليف. ها؟ هذا أمر تكليف. الله يحفظك. ما يضرش ما يضرش، ما أنت ممكن تفهمه كفقيه كفقيه إنه أمر تكليف، لكن هو بيقول اول المسلمين، ما قالش من المسلمين، اصل شوف الاوليه دي هي اللي خلتهم، ما هو مكلف انه يكون مسلم، انا معاك. فهو امر تكليف، احنا بننظر مش لامر التكليف، بننظر لاول. انت بتنظر لامرت وانا بنظر لاول، ومتفقين على المسلمين، خدت بالك ازاي؟ فهي المساله ايه؟ امرت تكليف اول، هي دي الحته، هي دي بقى إيه؟ محل الاستشهاد اول. ولا شك ان الاكوان كلها مسلمه لله عز وجل، فكان اولها النبي مسلما، فتكون اوليه حقيقيه. ليه؟ لان الحمل على الحقيقه اولى من الحمل على المجاز الا بقرين، الاصل كده. الجماعه الوهابيه يقول لك ايه؟ مفيش مجاز في القران ولا في السنه، مش كده؟ قاعدتهم قاعدهم بناء على كلام الامام ابن تيميه رحمه الله، فانكروا المجاز في القران والسنه وقال الامور على الحقيقه كلها. طيب ليه بقى في الحته دي ما خلونا ما ينشاش على الحقيقه على قاعدتهم؟ ما تفهمش. ما فيش ولا القران كله. لا 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 ما فيش، هات القران كله انا حافظه وانت حافظ. استنى بس، انا هاته كله من اوله لاخره. فيها ايه؟ وانا اول المؤمنين، ده سيدنا موسى اي المؤمنين بعدم قدرتي على ان اراك. بمراعاة السياق، وقال المؤمنين ما قالش المسلمين. ربي أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دك وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أي على عدم قدرتي على أن أراك الآن في صفاتي الجسمانية الحالية. بمراعاة السياق والسباق. إزاي؟ طيب سيدنا نوح قال ايه؟ وانا من المسلمين. كل الانبياء قالوا من المسلمين، سيدنا ادم نفسه ما قالش انا اول المسلمين. القران كله ما حدش قال اول المسلمين الا النبي بس. من اول القران لاخره.
وقالها ثلاث مرات في القرآن كله، مرتين في الأنعام ومرة في الزمر، والثلاثة قال أنا أول المسلمين أول. فامشي على القاعدة، خليها على الحقيقة على طول، بلاش المجال، إيه المانع؟ والعجيب كمان إنها تطابق معنى حديث آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعث، مش كده قايل كده؟ كنت نبيا وآدم منجد في صينته صلى الله عليه وسلم، كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. ما أنا واخد بالي، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على محط مراد الله من الأكوان، النبي هنا بيتكلم على محط مراد الله من الأكوان اللي هو آدم. ما أنا واخد بالي، النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيتكلم على إيه؟ أصل على فكرة الحكاية اللي بقولها لك دي دليلها عقلي أولا، وهو أن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يكون هناك موجودا سواه أراد أن يكون هذا الموجود عارفا به، فلما كان هذا الموجود عارفا به يبقى أعرف الموجودات، هو أولى أن يكون هو الموجود أول، اللي هو مين؟ اللي هو النبي، اللي هي حقيقته مش جسده، خد بالك. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم له حقيقة وله جسد. أنا مش بكلمك على سيدنا نبي اللي هو سيدنا محمد بن عبد الله الذي ولد في مكة عام الفيل، أنا بكلمك على حقيقته مش على جسده. أنت نفسك لك حقيقة قبل ما يبقى لك جسد، مش كنت في عالم الذر وأشهدك الله؟ نعم. فكان لك حقيقة؟ نعم. في الأول خالص قبل أن يكون لك جسد، أين حقيقة النبي في حقيقتك أنت؟ فهمت إزاي؟ نعم. كان قبل حقيقتك، بس أدي المسألة. احنا مش بنتكلم في الأجساد الوقتي، ده احنا بنتكلم في عالم الجبروت يا أستاذ، ده قبل ما يبقى في أصلا تعينات، فهمت إزاي؟ قبل التعينات، ده احنا بعدنا قوي عن حتى قبل قدماء المصريين. فهي المسألة وتوحد بجمال جبروته وتعزز بعلو أحديته، وعشان كده سيدنا محمد رحمة للعالمين. هو العالمين دي يعني العالمين اللي بعد وجود جسده الشريف يعني؟ طب والعالمين اللي قبل جسد الشريف كانت مش محتاجة رحمة يعني؟ مستغنية يعني؟ لا. طب وهل احنا ما نقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يعني العالمين بعد ولادتك في الحس في عالم الملك؟ لا. إيه اللي خلانا نقيدها يعني؟ إيه اللي خلينا نقيدها؟ طب العالمين مطلقة، والعالمين هي كل ما سوى الله، فكان رحمة لكل ما سوى الله، فهو أصل الرحمة لكل ما سوى الله، ولما كان أصل الخلق الرحمة فكان النبي أصل الخلق. بسيطة سهلة يعني بكذا دليل عقلي، فهمت إزاي؟ لأن النبي، وعشان كده العلماء لما فهموا الحكاية دي قالوا والله ما أسجد الله ملائكته لآدم إلا لوجود النبي في صلبه، وما أبرد النار سلاما على إبراهيم إلا لوجود النبي في صلبه، وما نجى سيدنا نوح من الغرق إلا لوجود النبي في صلبه، وما حمى عبد الله والد النبي من الذبح إلا لوجود النبي في صلبه، وما حمى الكعبة من الهدم بسبب بالفيل إلا لولادة النبي بعدها عشان يحافظه على البلد اللي تولد فيه، بدليل إن بعد ما النبي ظهر ويجي يوم القيامة ربنا حيمكن ذي السويقتين يهدم الكعبة، صح ولا لأ؟ فأخلي لكن ليه ما مكنش الفيل يهدم الكعبة؟ لأن كان لسه النبي، كأن النبي هو محط مراد الله من الوجود كله، بيؤهل له الظهور بعد كمال البطون، فكان باطنا في الأكوان فأراد له الظهور فعينه جسدا وذاتا بعدما كان متغللا في الأكوان صفاتا صلى الله عليه وآله وسلم، لتجلي الصفات وتعينها في الإنسان الكامل الذي هو محط مراد الله. فهمت المسألة بقى؟ ده رأيه بس ملناش دعوة. وتوحد بجمال جبروته وتعزز بعلو أحديته، في فرق بين الأحدية والوحدية عنده، هنتكلم فيها بقى يوم السبت اللي جاي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.